السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش حصوله على 10 يورو في حساب الأدسنس باش دوموندي كود بي. ما تستناش نقول احنا شهر او 3 أشهر باش تلحق 10 يورو باش تقدر دوموندي كود بي. طريقة سهلة جدا بدون اي مشكل. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش تسو جديد. خاطر نعطيكم ملاحظة، باش تلحق 10 يورو لازم تكون عندك بطاقة وايز او بطاقة قيصرة ولا بطاقة روتو باي باش تقدر دير الدعم او تدعم القناة نتاعك حصول على 10 يورو على حساب الأدسنس. سنعود بعد الفاصل ونواصل. مهم خافي كيفاش حصول على 10 يورو في حساب الأدسنس باش تقدر دوموندي كود بي. ما تستناش نقول احنا شهر او 3 أشهر ولا 4 أشهر باش تلحق 10 يورو، لا. طريقة سهلة جدا بدون اي مشاكل، وكذلك لازم تكون عندك بطاقة، سواء كانت بطاقة وايز ولا بايسيرا ولا روتو باي. مثال انا عندي بطاقة روتو باي، نشوفوا شنو عندي. نعطيكم سبيل مثال خاوتي ثم نطبقوا هذه الطريقة. انا عندي مثال 2 دولار نحوس ندعم بها القناة تاعي باش يحولوها لي الى حساب الأدسنس. كيفاش ندير؟ ندخل اليوتيوب، ولازم تكون عندي قناة خداخرة، عندي قناة خداخرة باش نقدر ندعم بها القناة تاعي. مثل هذا الفيديو نتاعي هذايا نحوس ندعمه خاوتي، لكن نعطيكم سبيل مثال. مثل هذا الفيديو نحوس ندعمه، واش ندير؟ نضغط على تشكرات خاوتي. مثال ندير 50,000 ندير شراء، ومن بعد ندخلو تما المعلومات نتاع الكارطة نتاع سواء كانت بايسيرا ولا وايز ولا دو باي، ومن بعد نديرو الشراء، ومن بعد ندير مود باس. دوكا ندير خاوتي مود باس ونرجع لكم. دركا رانا درنا المود باس، نديرو تأكيد. خاوتي قال لك ما تلحقش، نديرو تاع 20,000. نديرو التأكيد، اكتمال دفع بنجاح. ها هي خاوتي. من بعد ثاني نزيدو واحدة نشوفو، نديرو شراء، نديرو التأكيد. بالغرز معدة دراهم. دوكا رانا دعمنا الفيديو تاعنا او قناة تاعنا باش يحولولنا من اليوتيوب الى الأدسنس باش نلحقو 10 يورو باش نقدر ندوموندو كود بين بهذه الطريقة خوتي. أجيكم هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.